كوريا الشمالية خاضعة لعقوبات خانقة منذ عقود، فكيف تمول الدولة المعزولة حكومتها وجيشها وبرنامجها النووي الطموح وطبقتها الحاكمة دون اقتصاد نشط؟ إلى التفاصيل. Where the money came from, I think that baffles economists. Nobody really seems to know. I mean, North Korea is under a lot of sanctions. Their economic record is not particularly amazing. This is a bit of a mystery, to be honest. Nobody has explained it adequately yet. بيونغيانغ لا تكشف عن أي أرقام اقتصادية رسمية، ولكن البنك المركزي الكوري الجنوبي يقدر الناتج المحلي الإجمالي للدولة المعزولة بنحو 28 مليار دولار في 2016. العقوبات الأممية والأمريكية التي فرضت على كوريا الشمالية سلبتها نسبة كبيرة من قدرتها الاقتصادية والتجارية، فلجأت كوريا الشمالية إلى تكوين اقتصاد خفي منيع ضد العقوبات. معظم النشاطات المالية الخفية التي تمول نظام عائلة كيم تدار من قبل ما يعرف بالمكتب 39، مكتب أسسه كيم يونغ إيل في 1972 إبان حكم والده لخلق منافذ تمويل للحزب الحاكم حسب معلومات استخباراتية آسيوية. المكتب 39 يدير شبكة مالية لا رابط بين أي من مكوناتها، ما يصعب تعقب الأموال وانتقالها. من عمليات المكتب 39 تزوير العملة الأمريكية وتحديداً فئات المئة دولار. تسمى المئة دولار المزورة هذه سوبر دولار لصعوبة تفريقها عن العملة الحقيقية. تهرب السوبر دولار إلى الخارج وتستبدل بدولارات حقيقية تعاد إلى كوريا الشمالية. واشنطن تقدر دخل بيونغ يانغ من السوبر دولار بقرابة 25 مليون دولار سنوياً. من عمليات المكتب 39 أيضاً إدارة شركات واجهة تعمل برخص تجارية بأسماء يصعب الوصول إلى أصحابها. بعض الشركات هذه تنشئ علاقات مع شركات صينية، ما يعطيها غطاءً من العقوبات ومدخلاً إلى الأسواق العالمية، وعبرها تتاجر كوريا الشمالية بمنتجات مختلفة وحتى في الخدمات المالية حسب فرونتلاين. المكتب 39 نشط أيضاً في بيع الأسلحة. في ثمانينيات القرن الماضي وجدت بيونغ يانغ سوقاً لسلاحها في دول تخوض حروباً حسب معهد The National Interest. السلاح ظهر في ترسانات جيوش ليبيا واليمن والعراق وسوريا وإيران ويوغندا ودول أخرى. الصادرات شملت الأسلحة الخفيفة وقاذفات الصواريخ وتقنيات صاروخية حسب وكالة المخابرات العسكرية. في 2017 أدخل بيع الأسلحة 200 مليون دولار إلى خزينة بيونغ يانغ وفق الأمم المتحدة. ثم هناك تجارة المخدرات وخاصة الأفيون والميثامفيتامينات التي باتت مصدر دخل كبير للدولة حسب مصادر استخباراتية أمريكية. تصنيعها بدأ في تسعينيات القرن الماضي بإشراف حكومي كامل. يعتقد بأن هناك 70 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية في البلاد مخصصة لزراعة الأفيون. المخدرات كانت تهرب من قبل دبلوماسيي كوريا الشمالية، ومنذ 1977 تم اعتقال أكثر من 20 دبلوماسياً بتهم التهريب وفق معهد نوتلس. لكن في السنوات الأخيرة ركزت الدولة على تحريك البضاعة بحراً، حيث تسلم لعصائب الجريمة المنظمة وفق نيويورك تايمز. مصادر حكومية كورية جنوبية تقدر دخل الجارة الشمالية من تجارة المخدرات بنحو 200 مليون دولار سنوياً. وجدت كوريا الشمالية مصدر دخل لها من الهجمات السبرانية. الكتيبة الإلكترونية في جيشها تعتبر متقدمة للغاية، وحذر مسؤولون أمريكيون من أن بيونغ يانغ تمثل خطراً كبيراً في هذا الفضاء. في 2019 حققت الأمم المتحدة في عشرات الهجمات الإلكترونية اتهمت كوريا الشمالية بالوقوف وراءها، وفي الفترة نفسها اتهمت أيضاً بسرقة ملياري دولار عبر الاختراقات لتمويل برامجها العسكرية. مصدر تمويل آخر تعتمده كوريا الشمالية هو برنامج العمالة الوافدة الإجبارية،
عبر هذا البرنامج تختار الحكومة مواطنين للعمل في الخارج ويستطيعون تمويل نظام بيونغ يانغ برواتبهم. يسلمون قرابة 50% من رواتبهم إلى الدولة حسب واشنطن بوست، لكن التجربة تتيح لهم فرصة نادرة لتحسين أوضاع عائلاتهم. حسب موقع North Korea and the World، توجد هذه العمالة الإجبارية في أكثر من 40 دولة، أبرزها الصين وروسيا، وتنتشر في مجالات عدة مثل التصنيع والبناء والزراعة والمطاعم. ورغم وضع العقوبات حداً رسمياً لهذا المخرج، فروسيا ما زالت تستضيف العمالة الكورية الشمالية تحت غطاء تأشيرات سياحية ودراسية حسب وسائل إعلام أمريكية. مساهمات العمالة في الخارج لخزينة بيونغ يانغ حسب واشنطن بلغت 500 مليون دولار سنوياً. الاقتصاد الخفي لكوريا الشمالية قد يبدو نشطاً وناجحاً في خلق منابع تموين للحزب الحاكم، لكنه لا يعكس واقع البلاد الاقتصادي بأكمله. فالدولة المعزولة عانت لفترات طويلة من الأزمات أو الركود، ولا يعرف مدى تأثيرها الحقيقي، إذ تبقى الصورة من الداخل غامضة. إلى اللقاء.